امان معاكم. وانا شخصيا بقول دلوقتي اما ان يثبت التيار الاسلامي انه جدير بثقه الناس ويحقق للناس التنميه وان يخفض معدلات الفقر وان يرفع معدلات التنميه وينظر في هذه الامور الحياتيه، اذا نجح في ده هيبقى هو يعني حقق المأمول منه. اذا فشل واهتم بالشعار واهتم بالمسائل الأخلاقية زي ما احنا شفنا في الفترة اللي فاتت، هتنضم اللعنات الى المشروع الإسلامي، بقى تضاف الى اللعنات للمشروع اللي في السودان والمشروع بتاع طالبان والمشروع بتاع باكستان. فإما انه يبقى إضافة للتجربة في تركيا وماليزيا، وإما يبقى لعنة جديدة لو لا يعزب الله. طيب تفضل يا استاذ عبد الرحيم. هو في خمس ملاحظات سريعه جدا. اول ملاحظه بس، لان الصديق العزيز والاخ الفاضل استاذ منتصر اتكلم بوضوح، كان ناقص نقول الاسماء حوالين موشحين كانوا تابعين للنظام السابق، واحد لحق بالثوره والثاني قتل الثوار في موقعه الجمل، هكذا قال، او مسؤول او متهم. وللحقيقه وللتاريخ وللحق ولتوضيح الامور، الذي قيل عنه أنه قتل الثوار كان رئيسا للوزراء منذ 13 ساعة عندما حدثت موقعة الجبل. واحد. اثنين، أن ميدان التحرير لم يكن يخضع إليه على الإطلاق ولم يكن هناك أمن في مصر. ثلاثة، أن ميدان التحرير كان يخضع للقوات المسلحة بالكامل ولا سلطة لرئيس الوزراء وقتها عليه. أربعة، أن المتهمين الوحيدين الموجودين في السجن دلوقتي بيتحكموا في موقعة حصلت هم المتهمون الذين فعلوا موقعة الجمل وقبض عليهم وقدموا للمحاكمة أثناء وجود الرجل في السلطة، وهم الآن يحاكمون. ولم يوجد لدينا حتى الآن لا مجلس الوزراء ولا محمد محمود ولا الوقعات اللي تمت بعد كده، لا يوجد متهما واحد. فالرجل للحقيقة قدمهم، لم يكن مسؤولا عن ميدان التحقيق. انا بس كده كمل. وبالتالي هذا لله سبحانه وتعالى، حتى يسالني الله يوم القيامه لماذا سكت عن هذه الحقيقه. ما قدموش في عهده. قدموا الى النائب العام كاسماء في عهده قبل ان يترك وظيفته بسبعه ايام، والخطاب موجود. ومن ثم حجب اخرون على ان يقدموا الى النائب العام. ولم يقدم واحد بعده. حجب اخرون زيه قدموا وزي وزير داخليته. كملوا. خلينا كمل. النقطه اللي بيدير له حضرته النهارده بالاخ اسمه الاخ الثاني اللي اتقال انه لحق بالثوره. في هذا اليوم الذي لحق فيه بالثوره، وارجو الناس انها تقرا جريده الفجر العدد اللي فات كتفه بكتف الاستاذ منتصر، كان لديه في مكتبه من الباب الخلفي، دخل وباتفاق مع الاخوان المسلمين مجموعه من قاده جماعه الاخوان، وكان هناك اتفاق واضح على انه ينزل في حمايتهم الى ميدان التحرير، يقدموه للناس، وان يقدم نفسه كمرشح رئاسي، وان يدعموه في هذه الانتخابات قبل ان يعودوا عن هذه القصه ويقولوا اننا سنرشح مرشحا مقابل ان يعين نائبا له من الاخوان، مقابل ان يختار حكومه من الاخوان، مقابل ان يدعمهم دعم كامل. بتجزم معلومات، انا بقول لك المعلومات اتنشرت في جريده الفجر. سئل هذا المرشح من نفس من عقب هذه المعلومات ماذا تقول في هذه المعلومات، قال حدثت اللقاءات جميعها ولكن المعلومات تحتاج الى دقه. قط النقطه الثانيه مباشره. النقطة الثانية خاصة بالبرلمان، عشان بس احنا ايه، انا المعموني يخلص النقطة دي عشان من لا بعد اذنك بس اكمل كلامي ونخلص. الاستاذ منتصر بكاني فعلا لما كان بيتكلم على البرلمان والحكومة، وكنت اتعاطف مع البرلمان. البرلمان والحكومة والمجلس العسكري يسودنا جميعا دستور، اعلان دستوري. هذا الاعلان الدستوري هو الذي صوت فيه الاخ منتصر والاخوان المسلمين بنعم للدستور. هذا الاعلان الدستوري نفسه اللي ضجوا وبكوا بعد كده على الماده 28 اللي بتحصن اللجنه العليا للانتخابات، كانت هناك ماده اخرى بتقول انه ليس من حق مجلس الشعب القادم سحب الثقه من الحكومه، وان الوحيد الذي يسحب الثقه من الحكومه هو المجلس الاعلى للقوات المسلحه. لماذا قلتم نعم ثم بعد ذلك طلبتم ضرب عرض الحائط بهذا الاعلان الدستوري وان يتاح لكم ان تسحبوا الثقه؟
فدي قضيتهم مش قضيتنا كشعب. هم قالوا نعم متسرعين عشان شيء ما في ذهنهم فأوقعهم هذا في فك. خبرة السياسية هنا بقى أوقعتهم في فك. لو بينهم رجال دولة زي ما بيقول الدكتور الجوادي أو زي ما بيقول الشاذ منتصر لم يكن يقعوا في فخ عدم سحب الثقة من الحكومة، لم يقعوا في فخ 28 اللي بتقول السلطات التحسين كامل للجنة الانتخابات، لم يقعوا في فخ المادة 60. واحد، التلاتة، الأربعة، وهنا برضو إحقاقا للحق، عمر سليمان ليس ملك عمر سليمان ولا أسرته. عمر سليمان ضابط مخابرات مصري عطى للبلد دي كتير جدا، بغض النظر أنا لم أرى هذا الرجل في حياتي. هذا الرجل عطى لهذا البلد كتير جدا، كان رئيسا لجهاز كلنا جميعا عندما كان يحدث أن نذكر هذا الجهاز في الصحافة. الأستاذ منتصر، الأستاذ منتصر لما مات السيد اللواء أحمد الله يرحمه، اللي كان مسؤول اول عن مكافحه التطرف الديني ومكافحه الاستاذ منتصر وغيره، بكى الاستاذ منتصر وكتب مقالا عن محاسن ولطف المرحوم اللواء احمد رأفت المعروف باسم اللواء مصطفى رفعت. لما يقول عن عمر سليمان افاك اللي كان بعيد عن الحركه الاسلاميه ويقول اللي قبض على الحركه الاسلاميه والذين عزبوا الحركه الاسلاميه، كلامه في دور المخابرات عن الامن القومي على راسي، يترحم عليه ويقول عليه انه استاذي. لا احمد رافت قلنا انه عازم وعامل لم تقل هذا عندما مات. وترحمت عليه مقالاتك في المصري، هنقول عليه مقالاتك في المصري لما يموت عمر سليمان هنذكر الجانب الوردي. هذا عيب. اثنين، انه عمر سليمان، انا عايز اسال زي ما سال المشاهد دلوقتي، اين كان عمر سليمان عندما قتل هؤلاء الشباب انور السادات، وعندما افتوا بقتله، عندما افتوا بحل السرقة من النصارى واقتحم محلات الذهب في 81 وسرقة اموالهم وقتلهم على ذمة ان اموالهم حلال، استحلال اموال النصارى، اين كان عمر سليمان؟ اين كان عندما قتلوا الشيخ الذهبي؟ اين قام كان عندما كونوا الفنية العسكرية وحاولوا اقتحام الاتحاد الاشتراكي لقتل السادات؟ اين كان عندما سيطروا على السعيد كله؟ اين كان هو؟ أين كان؟ كان يرعى نظاما مستبدا ديكتاتوريا. كان السادات يقول عنهم أنهم أبنائي، فيما كان يقول الرئيس المؤمن وكان يقول عنهم أبنائي، الآن أصبح هو مسؤول. هذه قضية. القضية الثالثة والأخيرة، الكذب والإفك والإخوان والعنف. مين اللي قال هنعمل جهاد مسلح؟ عمر سليمان اللي قال هنعمل جهاد مسلح؟ إذا فلان ولا علان ولا توتان، إحنا هنعمل جهاد مسلح في الشارع. واللي قال إذا ما نجحتش أنا، مش حد تاني بقى، من الجولة الأولى هتبقى الانتخابات مزورة. أدي الاتنين من التيار الإسلامي، واحد قال هعمل جهاد مسلح والتاني قال كده. بلاش كل ده، مليون قطعة سلاح دخلت مصر، بس صواريخ عابره للمدن. هو قال الجهاد المسلح دلوقتي احنا شايفين ان حصل مراجعات والناس يا فندم، ما بتكلمش عن الجهاد اللي حصل مراجعات، بكلمك عن 3000 مقاتل في سيناء الان يقسمون الى 3 معسكرات. في 3000 مقاتل في سيناء، في 7 اقسام شرطه خارج الخدمه تماما. الجيش المصري يهاجم في سيناء، جيشنا الوطني بيهاجم في سيناء، مئات الصواريخ عابرة المدن، مئات الصواريخ المضادة للطيارات. هل سمعنا في تاريخ مصر في سوق السلاح المصري أن بيعت صاروخ عابر للمدن أو صاروخ مضاد للطيارات؟ لماذا نسمع عنه الآن قبيل الانتخابات الرئاسية؟ واحدة بقى، لماذا نسمع عنه أنا ده السؤال اللي هطرحه عليكم. هناك وتحذيرات عمر سليمان صحيحة، وهناك من يجهز نفسه لحرب طويلة.